بعد الفيديو الاولاني اللي عملنا فيه تنعيم للبشره بطريقه يدويه والفيديو عجبكم جدا، فدلوقتي تعال نجرب نفس الطريقه دي بس بالذكاء الاصطناعي، هو يعمل لنا كل حاجه. انا دلوقتي هبدا اني احدد الوش كله علشان هو بقى يظبط لنا وينعم ويشيل كل حاجه في الوش، وده هيبقى بضغطه زرار، وهطلب منه انه ينعم لنا البشره ودوز جنريت. هنستنى من ثانيه لثلاث ثواني، وحرفيا انا ما كنتش متوقع كده خالص. النتيجه الاولى مش عجباني، ولا برضو الثانيه، هي الأخيرة دي. ما تنساش الفولو.